انا النهارده بسال بس. يا حيدر. لا مش هو. مش وحيد؟ هشام محمد. ليتش حبيبي ليتش. الحمد لله حبيبي، انت عامل ايه؟ الحمد لله. وحشني جدا والله. ازيك يا هشام، اخبارك ايه؟ ازاي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ اخبار اسكندريه ايه؟ انا بقالي كتير ما جيتش. ما والله تمام يا كابتن. الجو حلو؟ الحمد لله. اه طبعا. والاسكندرانيه وكل حاجه حلوه هناك دلوقتي. ها؟ لا ناس جميلة والحمد لله يعني كل حاجة كويسة كده. ربنا يديك الصحة حبيبي. يعني من أول كلامه كان بيتكلم دايما على حسين الشحات، كان بيتكلم على أحمد الشيخ وعلى هشام محمد وعلى محمود وحيد. يعني قول لنا برضو، شايف حسين الشحات إزاي خصوصا بعد الموضوع الكبير قوي اللي حصل ده خلال الفترة اللي فاتت وانتقاله طبعا للنادي الأهلي؟ اه طبعا في البدايه برحب بيه ومتالق دايما تحت والتملي مع نجم كبير زي حضرتك. ربنا يخليك ان شاء الله انك تستمتع بالحلقه وتطلع حلقه جميله. حسين لعيب كبير مفيش شك طبعا، وعنده امكانيات كبيره وبيتميز بحاجات كتير قوي. يمكن في البدايه كان حضرتك عارف لأي حد بيجي النادي الأهلي بيبقى الناس كلها يعني العين بتبقى عليه طبعا، وكل منتظر حاجات كتيرة. لكن لعيب الكورة بيحتاج برضه وقت يا كابتن سليم، إن هو داخل على فرقة جديدة وداخل على ناس برضه ما لعبش معاهم. أيوه. والظروف كانت صعبة وفي وسط موسم، فكل الكلام ده وقت الناس برضه بتبقى يعني ما بتبصلوش قوي، بتبقى عايزة اللعيب يجي يعمل كل حاجة. أيوه. لكن حسين اشتغل وكان بيحاول وكان بيشتغل على نفسه، احنا كنا بنتكلم كتير. هو كان عايز يعمل حاجه طبعا كبيره. حضرتك عارف ان السنه اللي فاتت كان موسم استثنائي بالنسبه لنا كلنا، كان صعب في حاجات كتير قوي 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 طبعا. وحسين جه في توقيت طبعا صعب جدا، لكن اشتغل وحاول وموت نفسه وقاتل وقابل حاجات كتير، انتقادات وحاجات كانت صعبه علينا كلنا، بس الحمد لله هو كان قدها وربنا وفقه وربنا كلم مجهوده بقى كمان السنه دي. يعني لما الامور هديت ولما عامل قدر الاداءات محترمه ولما واقف على رجليه والامور بقت بشكل طبيعي، بان حسين الشحات يعني ما شاء الله السنه دي ربنا يحميه ويحفظه حبيبي. حاجه جميله يعني، ولسه عنده اكثر من كده كمان. يعني هنشوف احسن من كده ولا لا؟ المهم لان هو لسه ما انا من وجهه نظري ان هو ما وصلش ل 50% من مستواه. شوف الفتره اللي فاتت دي بسم الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب، لكن انا متخيل ان هو عنده لسه 50% كمان يعني. لا وانا باكد كلام حضرتك كابتن، هو عنده اكتر من كده كمان. لان انا عاشرت حسين سنين طويله وعارف قد ايه عنده امكانيات وعنده حاجات كتير ان شاء الله يقدر يطلعها للنادي الاهلي. ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى احسن كمان ان شاء الله. وزي ما قلت لحضرتك هو كان محتاج بس ان هو يبقى برضه يعني حسين. انا كنت عارف حاجات، وحسين دخل علينا كان مريح فتره طويله جدا ودخل على ماتشات على طول، وطبعا الناس ما بتعرفش الكلام ده. الناس بتبقى مستنيه بس تشوفك في يوم الماتش، ما بتعرفش كواليس او احداث اللي قبل كده، فكله بيبقى منتظر منك احسن حاجه. لكن لما هو اشتغل على نفسه وبدا عمل فتره اعداد وبدا يبقى مع الفرقه وحفظ اللعيبه ولعب ماتشات كتيره، فالحمد لله بقى فايز لغايه دلوقتي. عشرت حسين 3 4 سنين او اكتر شويه، لكن ايه سر حسين الشحات؟ يعني الناس بتحبه، بيشتغل، بيعمل ايه السر في حسين الشحات؟ هو عنده مزاج كتير يا كابتن، اهمها ان هو لا احنا بص انا لسه قايل لاحمد الشيخ نفس الكلام، انا ما بحبش الكلام اللي هو ايه اصله بيقف قدام المرايه مش لا انا مش عايز كده، انا عايز تقول لي انا عايز الناس تستفيد ده اولا، ثانيا حسين الناس تبقى عارفه النجوم بتعمل ايه، سواء انت او حسين او فلان او علان او ترتان، اي حد من النجوم اللي موجوده الناس دايما بتاخدكم مثل اعلى. يعني انت في اسكندريه دلوقتي اكيد انت مثل اعلى للناس طبعاً. حسين الشحات مثل اعلى لشباب كتير جدا بعد الحكايه الكتيره اللي وصلها. عشان كده انا عايز الاسرار، يعني ايه الحاجات اللي دايما تخلي الناس تبص على حسين؟ بدايه انا كابتن هو طبعا بر اهله جدا جدا. وده سر كرم ربنا عليه، حسين ما شاء الله في ظهر اهله على طول، اولاده ومراته واخواته. هو عذب الحاجه برضه دفعها كتير يا هشام، دفعها كتير برضه الحاجه، قعدت فتره طويله بتدفع. دي حقيقه يا كابتن، ربنا يخليك. طبعا كلهم طبعا وراه والله، لكن هو قطن حلال وشخصيه طيبه وجميله ومحترمه.
ومع اهله على طول بصراحه مش سايبهم و... وكمان من الحاجات اللي كويسه قوي فيها كابتن وجميله ان هو ما اتغيرش. يعني حسين هو بتاع المقصه، هو اللي بتاع الشريات الخانق قبل كده، هو اللي بتاع العين، هو بتاع الاهلي. مع نفس اصحابه ونفس منطقته ونفس الناس اللي معاها على طول. صراحه يعني الواحد بيشوف ده وبيتبسط بمثل زي دوت. ان هو مفيش حاجه غيرته، مفيش فلوس غيرته، مفيش شهره غيرته، مفيش حاجه ان هو وصل لليفل عالي قوي فممكن يبقى عايز يبقى مع ناس ثانيه او يكلم ناس ثانيه او يصاحب ناس ثانيه او حاجه. لا محافظ على الحته دي بصراحه، وده لو يرجع يرجع لاصل البني ادم ان هو متربي كويس. تربيه تربيه بالظبط. طبعا طبعا. فدي حاجه من مميزات بصراحه اللي عند حسين، هو تملي مع اهله على طول، موفر لهم كل حاجه بصراحه. والحته الجميله اللي بشوفها فيه ان هو اهل منطقته، اهل حتته ومكانته في اصحابه، ونفس الناس هم اللي بشوفهم من ثلاث اربع سنين هم اللي مع حسين. وده سر حب الناس ليه يعني. هو في اي مكان متواضع جدا وسهل وبسيط وابن بلد واصول يا كابتن. فالحاجات دي بصراحه بتبقى جميله يعني. حبيبي اتش، حبيبي اتش، بني ادم قد ايه ده كلام والله كابتن اسلام بقوله كده، بس دي فعلا حقيقه يعني. عارف والله اتش، انت عارف انت بالنسبه لي ايه، انت كفايه الاحضان اللي انت بتحضنه لي بعد كل جول بصراحه بجيبه. ان هشام يعني ربنا يعني طبعا الناس كلها بنفرح كلنا لبعض. هشام يعني بعد مباراه المقاولين وبعد مباراه الزمالك، يعني بعد طبعا كنت حارس طبعا مباراه المقاولين ومباراه الزمالك. لسه القصه دي كلها لا انا بتكلم على هشام. لا هشام نفسه بعد الهدف ما بيحضنك مثلا بعد المباراه مثلا او مثلا بعد الجول بيحضنك حضن مثلا. لا لا مش صاحبك، لا يعني اكتر من اخوك. مطارات. لا بجد والله ما بهزر، هشام بيبقى فرحان اصلا يعني. هشام لو جايب الجول مش هيفرح كده مثلا زي ما هو فرحان لي مثلا يعني. مش هو بس كلهم، بس هشام يعني هشام من الشخصيات المحترمه جدا والجدعه جدا، واللعيب من احسن لعيبه في مصر يعني. هشام يعني مش موفق طبعا يعني الفتره اللي فاتت، بس هشام من احسن لعيبه في مصر يعني. هشام انا شايفه اللي هو لعب منتخب مصر مستريح، مش خاطر مثلا هشام، هو هشام عارف بحاجه زي كده. هشام نجم كبير يعني، حاجه كبيره. انا حتى اول ما جيت الناس بتقول لي انت بتحب تلعب مع مين، قلت لهم مع هشام محمد. هشام لعيب كبير، هشام انا بستمتع وانا بتفرج على هشام محمد والله. شكرك جدا يا هشام، ودايما بيشرف ومنور. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا. حضرتك كنت معاك، وان شاء الله حلقه كده تستمتع بيها الناس كلها. ربنا يخليك يا هشام. ربنا يكرمك حبيبي اتش، وللنادي الاهلي كتير حبيبي اتش، وموفق دايما يا حبيبي ان شاء الله. ربنا يحفظك يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم هشام محمد. خلينا ناخد، انا نسيت تويتر الحقيقه النهارده، خلينا ناخد شويه عشان الناس